رسالة تانية من كريمة، هي 10/4، بتقول عايزة أعرف متوقع الطلاق هيتم ولا لأ، وعايزة أعرف التوقع بالنسبة للأيام اللي جاية في حياتي. هي 10/4/93. هي 10/4، هي حمل اساسا، برج الحمل بقاله 3 4 سنين قاعد مش فاهمه هو في ايه، يعني هو محلك سر، لا عايز يغير اللي فيه، وهي هي نفس المشاكل وهي نفس اللي بيحصل وما بيتعلمش. يعني المفروض الاحداث اللي حاصله كان من سنتين سنه الانفصال ده حصل، اوكي، لان هي على امل ان الدنيا تظبط او تتصلح، بس الاحداث اللي حاصله كتير قوي ومش عايزه تتعلم، واقفه محلك سر، مع ان لو هي اخذت قرار بانها تتغير او يبقى في انفصال، لان هي عندها حياه جديده هي المفروض متاخره عليها. يعني برج الحمل في البنات من سنه ونص سنه فاتت بدأ عندهم حياه جديده، في ناس ابتدت بالفعل وعدت المرحله دي، وفي ناس واقفين محلك سر، فبقول لهم اتحركوا او اقفلوا باب قديم وخشوا حياه جديده، لان اللي جاي عندكم احسن بكتير من اللي فات.